الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول المرأة، في هذا الموضوع هنالك بحث طويل في الفقه، وهنالك سورة كاملة من سور القرآن الكريم تحمل عنوان سورة النساء، وهذه السورة إحدى السور الطويلة في القرآن الكريم. وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه هنالك بحوث مطولة حول هذا الموضوع، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى مبحثين. المبحث الأول أن الأحكام الإلهية الموجهة إلينا نحن البشر على ثلاثة أنواع. النوع الأول الأحكام المختصة بالرجال، والنوع الثاني الأحكام المختصة بالنساء. مثلا في باب القضاء، مشروعية القضاء إنما هو للرجل فقط، المرأة لا يمكنها من الناحية الفقهية أن تكون قاضي. طبيعة المرأة، المرأة وإن كانت كاملة في حد ذاتها ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ولكن هذه الطبيعة لا تنسجم مع القضاء، لذلك المرأة لا يمكنها أن تكون قاضية. في باب التقليد، المرأة لا يمكنها أن تكون من الناحية الشرعية مرجعا للتقليد. المرأة يمكن أن تكون عالمة، ويمكن أن تكون مجتهدة، يعني تبلغ مرحلة الاجتهاد، يعني تأتي إلى الحوزات العلمية مثلا وتطوي المراحل المقررة حتى تكون مجتهدة. وإذا كانت مجتهدة واستنبطت حكما شرعيا، يعني رأيها الفقهي تعلق بشيء معين، فلها الحق أن تعمل بهذا الرأي، رأيها حجة ولكن لنفسها. أما أن تكون مرجعا للأمة
أن تكون مرجعا للمجتمع أن تفتي فلا يحق لها من الناحية الشرعية ذلك. هذا المقام، هذه الوظيفة خاصة بالرجال فقط. في باب الصلاة هنالك أحكام مختصة بالرجال وهنالك أحكام مختصة بالنساء. صلاة الرجل كيفيتها تختلف في بعض الفروع عن صلاة المرأة. إذا أحببتم أن تراجعوا هذه الفروق مذكورة في كتاب العروة الوثقى، في قيامها أكو فرق، في ركوعها أكو فرق، في سجودها هنالك فرق، وفي بعض المواقع الأخرى أيضا. فهنالك النوع الأول أحكام مختصة بالرجال، النوع الثاني أحكام مختصة بالنساء، النوع الثالث أحكام مشتركة بين الرجال والنساء. ما هي القاعدة العامة في هذا الباب؟ إذا راجعت كتب القواعد الفقهية، كثير من العلماء كتبوا في القواعد الفقهية. إحدى القواعد الفقهية المتفق عليها قاعدة الاشتراك في التكاليف، يعني استثنوا بعض الأحكام في باب القضاء، في باب التقليد، في باب الصلاة، بعض هذه الأحكام التي يختلف فيها الرجال عن النساء، وهي أحكام قليلة وأحكام نادرة. إذا استثنيت هذه الأحكام القليلة النادرة، جميع الأحكام من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، يعني من أول الفقه إلى آخر الفقه، في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب العقود، في باب الإيقاعات، في باب الأحكام، جميع هذه الأحكام إلا القليل مشترك بين الرجل والمرأة. هذه القاعدة يطلق عليها الفقهاء قاعدة الاشتراك في التكاليف. حتى الفقهاء، وهذا أظن من الواضحات، يعني احنا جميعا نعرف هذا الشيء او غالبا، حتى الخطاب الذي يذكر في القرآن الكريم بصيغة المذكر، هذا خاص بالرجال؟ لا، هذا يشمل الرجال والنساء. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، هاي صيغة مذكر أو مؤنث؟ مذكر، واو الجمع للرجال. يا أيها الذين آمنوا، ولكن الفقهاء كافة، بل لعل هذه القضية من الضروريات، يرون أن هذا الخطاب يشمل الرجال والنساء. ما يحتاج أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ويا أيها اللواتي آمن، ما يحتاج، ما عندنا هالشكل خطاب في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا هذا يشمل الرجال والنساء. إن المؤمنين، كلمة المؤمنين
مع أنها في وضعها اللغوي موضوعة لمن؟ للرجال المؤمنون جامع مذكر. ولكن في أي مورد وردت كلمة المؤمنون في القرآن الكريم، في الأحاديث الشريفة، في كلمات الفقهاء؟ هذه الكلمة تشمل الرجل وتشمل المرأة. كلمة الطفل، احنا في اللغة عندنا الطفل وعندنا الطفلة. الطفل يعني الذكر، الطفلة يعني الأنثى، هذا تفريق لغوي. لكن في الحديث إذا ورد كلمة الطفل، أقف الأحاديث: جردوا صبيانكم من فخ، إحرام الصبيان يكون من فخ، على ما هو المذكور في الكتب الفقهية. كلمة صبيان مو صبيات. أين الفقهاء؟ راجعوا العروة، راجعوا الرسائل العملية. غالبا أن هذه الكلمة ولو في وضعها اللغوي تعني الأطفال الذكور، ولكن من الناحية الشرعية كلمة الصبيان تعني في هذا الحديث وأمثاله أو أمثاله تعني الأطفال الذكور، وتعني الصبايا أيضا الإناث. فجميع الأحكام، كل الأحكام الشرعية من أول الفقه إلى آخر الفقه مشتركة بين الذكور والإناث، إلا مجموعة من الأحكام القليلة النادرة التي يختلف فيها الرجل عن المرأة. ولذلك في جميع الأبواب الفقهية، في جميع الأدوار، هنالك اشتراك. الأمر بالمعروف لمن؟ للرجال فقط. الرجل هو الذي يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لا. الله تعالى يقول في القرآن الكريم، هذه آية، هذه مو رواية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف هذه وظيفة إلهية، هذه الوظيفة تجب على الرجال وتجب على النساء. النهي عن المنكر هذا مشترك فيما بين الرجال وفيما بين النساء. إرشاد الجاهل، تنبيه الغافل، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الوظائف كلها مشتركة بين الرجال والنساء. هذه الأدوار أدوار مشتركة، الرجل يجب عليه ذلك، المرأة يجب عليها ذلك أيضا. لا يوجد هنالك فرق في هذه الأمور بين الرجل وبين المرأة. إذن القاعدة العامة في الفقه أن الأحكام إلا ما خرج بالدليل، هذه الأحكام وهذه الوظائف وهذه الأدوار كلها مشتركة بين الرجال والنساء. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني بحث في التطبيق. هذا البحث اللي بحثناه، البحث الأول كان بحث في النظرية، النظرية الفقهية.
البحث الثاني بحث في التطبيق في الواقع الخارجي. في الواقع الخارجي الأمر ليس كما نتصور نحن. الكثير منا يتصورون أن النساء كان وجودا مهملا، وجود ما إلى أثر في التاريخ. مو هالشكل، لا، الرجال كان لهم دور في التاريخ، النساء أيضا كان لهن دور في التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وآله وإلى عهود الأئمة صلوات الله عليهم. المرأة كان لها دور. نحن نذكر بعض الأمثلة كنماذج، هذه نماذج متنوعة طبعا، بعضها يتعلق بالأبعاد الاجتماعية، بعضها يتعلق بالأبعاد العلمية، أبعاد متنوعة. ولكن هذه النماذج ككل تدل على أن المرأة، طبعا هذه عينات متواضعة صغيرة، أن المرأة كان لها إسهام وكان لها مشاركة وكان لها تأثير. مو أنه لا ما إلها تأثير ما إلها دور، كان لها دور وكان لها تأثير وكان لها مشاركة وكانت لها كمالات علمية وكانت لها كمالات عملية. نحن نذكر بعض الأمثلة فقط. أولا إمامة الجماعة. إمامة الجماعة لا تختص بالرجال فقط، إمامة الجماعة مشرعة فقهيا للرجال ومشرعة فقهيا للنساء. الظاهر الآن هذه الظاهرة إما نادرة وإما معدومة في بلادنا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه كما يذكر التاريخ عين امرأة لإمامة الجماعة، وهذه المرأة يقال لها أم ورقة. أم ورقة، هذه المرأة كانت تأم الجماعة. طبعا المرأة لا يحق لها أن تكون إمام جماعة إلا للنساء، هذا واضح لا يحتاج إلى بيان. أم ورقة كانت إمامة للجماعة، وحبذا إذا هذا الشيء يكون أيضا المرأة اللي ما تتمكن أن تأتي إلى المسجد تصلي في بيتها جماعة، عندها بنات، المرأة تتقدم وتصلي جماعة وبناتها أخواتها يصطفون خلفها، ما هو الإشكال فيه؟ هذا من الأعمال المندوبة، من الأعمال المستحبة. هذا أول إمامة الجماعة. ثانيا حفظ القرآن الكريم. كثير من النساء كن يحفظن القرآن. أنا لا أعلم الآن في مجتمعاتنا هل توجد هنالك حافظة للقرآن أو لا توجد. على كل حال في تاريخنا كان عندنا الكثير من حافظات القرآن الكريم. واحدة من هذه الحافظات نفيسة صلوات الله عليها، التي تزار لها هذا المرقد،
ولها هذا المقام في مصر السيدة نفيسة، ويقضى عندها الحوائج شفيعة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة كانت حافظة للقرآن الكريم كما ذكروا في تاريخها، وفي لحظات احتضارها، واحد عندما يحفظ القرآن إذا حفظ سورة واحدة سورة الواقع، الإنسان هو يشعر بنورانية في باطنه. القرآن كلام الله نور، قد جاءكم من الله نور، واحد هو يشعر بهذه النورانية في باطنه. فكيف إذا كان حافظا للقرآن الكريم، القرآن كله في صدره، أية نورانية يشعر بها هذا الفرد؟ القرآن يمتزج ويختلط بلحمه وعظمه وروحه. هذه المرأة حتى في لحظات الاحتضار، الكلمات الأخيرة اللي كانت تنطق بها كانت كلمات من القرآن الكريم. الآية اللي تلتها قبل وفاتها كانت لهم، هذه الآية لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام يعني الجنة، الدار اللي ما بها آفات، ما بها مشاكل، ما بها متاعب. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ثم تشهدت الشهادة وفارقت هذه الدنيا. هذه كانت من حافظات القرآن. أيضا روضة كانت من حافظات القرآن، روضة خادمة النبي صلى الله عليه وآله، ثم خادمة الزهراء صلوات الله عليها، ثم خادمة أمير المؤمنين بعد وفاة الزهراء صلوات الله عليها، ثم خادمة زينب صلوات الله عليها، وجاءت مع زينب إلى كربلاء. روضة، راجعوا تاريخها. هذه الخادمة روضة كانت حافظة للقرآن الكريم. فاطمة بنت علي ابن موسى ابن جعفر، مو بنت الإمام الرضا، لا صلوات الله عليه، امرأة أخرى، وإن كان اسم آبائها يشبه أسماء الأئمة الطاهرين صلوات الله عليه. فاطمة بنت علي بنت موسى بنت ابن جعفر، هذه المرأة كانت قد حفظت القرآن الكريم وعمرها أقل من 9 سنوات. أقل من 9 سنوات حفظت القرآن. هذا لعله نبوغ طبعا، ولكن أيضا قد يكون من العوامل المؤثرة عناية أبويها، هذا ثانيا. ثالثا الرواية، المرأة كانت راوية، رواة عدن يقولون فلانة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، روت عن رسول الله، راوية. فلانة من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، روت عن أمير المؤمنين. فلانة من أصحاب الإمام الصادق، روت عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. عندنا رواة من النساء كثيرون. انتوا الان اذا تاخذون معاجم رجال الحديث، معجم فلان الراوي فلان فلان، مذكوره اسماؤهم،
في آخر الكتاب راجع رجال الممغاني وغيره عندنا باب كامل حول النساء الراويات، باب كامل فيه عشرات الراويات كنا من رواة الأحاديث، وكنا يتحدث من هذه الراويات أمامة بنت حمزة، أم أيمن، أم سلمة، أمامة زوجة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، التي قال فيها: وتزوج من بعدي ابنة أختي أمامة. هذه أمامة من الراويات، أم أيمن من الراويات، أمامة بنت حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله من الراويات. هذا بالتاريخ موجود. هذا الباب الثالث. الباب الرابع: التأليف. التأليف ما كان خاص بالرجال فقط، النساء كنا يؤلفنا أيضا تأليف. ومن جملة المؤلفات آمنة أخت العلامة المجلسي رحمة الله عليه، هذه كانت مرأة فقيهة عالمة مطلعة، زوجها الملا صالح المازندراني كان أحد العلماء. عندما كانت تعضل عليه مسألة فقهية كان يراجع كتاب القواعد للعلامة الحلي رحمة الله عليه، فكان يتوقف في بعض المسائل، كان يرجع إلى زوجته آمنة وكانت تحل له هذه المعضلات. احنا نشوف كتاب بحار الانوار رحمة الله على مؤلفه العلامة المجلسي. العلامة المجلسي كما ذكروا في التواريخ كان مشرف على كتابة بحار الانوار، ومن المشاركات في تأليف بحار الأنوار أخته آمنة، هذه الموسوعة الضخمة العظيمة إحدى المشاركات في تأليفها آمنة أخت العلامة المجلس. فالمرأة كانت مؤلفة، وهذه المرأة آمنة كثير من علمائنا من أحفادها، وآخر من نعرفه من المشهورين من أحفاد هذه المرأة الفقيهة الصالحة السيد البروجردي رحمة الله عليه، هذا المرجع الكبير، هذا كان من أحفادنا. هذه مو مفاخر الغرب يقولون المرأة الغربية الفلانية مؤلفة أو كذا أو كذا، لا، النساء المسلمات سبقنا الغربيات في هذا المجال. هذا رابع. التدريس وبيان الأحكام الشرعية. النساء كن يدرسن ويبين الأحكام الشرعية. من جملة هؤلاء فاطمة بنت الشهيد الأول، هذه كانت مدرسة، وكاتبين في أحوالها إنها كانت عالمة فاضلة فقيهة، وكان أبوها يعني الشهيد الأول يثني عليها ويأمر النساء بالاقتداء بها والرجوع إليها في الأحكام، وكانت تدرس أيضا. الدفاع، هذا الباب الآخر. الجهاد مو واجب على المرء، الجهاد الابتدائي لا يجب على المرء،
يعني إذا الجيش الإسلامي ذهب لفتح بلد مثلا، المرأة لا يجب عليها الاشتراك في هذا الجهاد، ولكن الدفاع عن الإسلام، يعني إذا عدو هاجم البلاد الإسلامية يجب على الرجال والنساء الدفاع. المرأة كانت تدافع. في غزوة حنين عندما النبي صلى الله عليه وآله كان في موقف دفاع، لأن المسلمين هربوا كثير منهم، هنالك نساء وقفن ودافعن عن النبي صلى الله عليه وآله. في غزوة أحد المسلمون فروا كثير منهم، ولم يثبت إلا قليل من المسلمين. نسيبة هذه المرأة ثبتت في غزوة أحد، وابناها وزوجها، هؤلاء الأربعة نسيبة وابناها وزوجها ثبتت ودافعت، وجرحت وقاتلت 13 رجلا. كان هنالك رجل من المشركين يقال له ابن قميئة، ابن قميئة. هذا الرجل قال أنه يجب أن أقتل النبي في هذا اليوم صلى الله عليه وآله، وقال لا نجوت إن نجا، يعني النبي صلى الله عليه وآله، وحمل على النبي ليقتله صلوات الله عليه. جماعة دافعوا عن النبي صلى الله عليه وآله، أحد المدافعين نسيب وقفت أمامه وضربته بالسيف ضربات، كانت تضرب بالسيف وترمي بالرمح هذه المرأة، وضربت ضربات، وضربها هو هذا الرجل ابن قميئة ضربة فجرحت، وبقيت هذه الجراحة في نسيبة سنة كاملة كانت تتداوى منها. النبي صلى الله عليه وآله بعد أحد ذهب إلى غزوة حمراء الأسد، ثم رجع إلى المدينة فبعث شخصا يسأل أحوال نسيبة أنه كيف حالها، وعندما علم النبي صلى الله عليه وآله بسلامتها سر بذلك. صفية عمة النبي صلى الله عليه وآله في غزوة الأحزاب كان لها دور في الدفاع، كان هنالك يهودي يطوف حول الحصن، قالت صفية لحسان ابن ثابت، قالت اذهب واقتل هذا الرجل، هذا يمكن ان يدل علينا، يروح يخبر اليهود انه في هذا الحصن اكو نساء، فروح قتله. فقال لها حسان قد علمت اني لست صاحب ذلك، انا مو اهل قتل قتال، انا رجل شعر وادب مو اكثر من هذا. فهي خرجت وأخذت عمودا وقتلت بهذا العمود اليهودي دفاعا عن نفسها وعن بقية المؤمنات. فالمرأة كان لها دور في الدفاع. المرأة كان لها دور في التأسيس، يعني هذه المشاريع الخيرية المرأة كان لها دور في التأسيس. وإحدى الآثار البارزة، طبعا الآثار موجودة حتى في هذا البلد، تجدون أن هنالك بعض الحسينيات
المؤمنات أسسن هذه الحسينيات في هذا البلد، في بلاد أخرى التأسيس مو خاص بالرجال. إحدى المعالم البارزة مسجد في أطراف حرم الإمام الرضا في الصحن، وهو مسجد جوهر شاد. هذا المسجد إلى الآن معروف باسمها. هذه المرأة هي التي جوهر شاد هي التي أسست هذا المسجد، وأسست أيضا أربع مؤسسات أخرى مذكورة في كتب التاريخ أسماؤها. هذا أيضا دور من الأدوار الأخرى التي نختم بها الحديث، أن المرأة، أن النساء الصفوة منهن الله سبحانه وتعالى جعلهن ملجأ وملاذا للمؤمنين في حل مشاكلهم. الإنسان عندما يبتلى بمشكلة يقع في محذور، عندنا هنالك مراقد للصفوة المنتجبة من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومن ذريتهم. هذه الخصيصة الله سبحانه وتعالى ما جعلها للرجال فقط، وإنما للنساء. المرأة الزاهدة العابدة المتقية التي أخلصت لله وانقطعت إلى الله، الله سبحانه وتعالى يعطيها هذا المقام. كم من المراقد الآن في البلاد الإسلامية تجدون لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله من النساء على أثر تقواهن، عبادتهن، ارتباطهن بالله سبحانه وتعالى. الله أعطاهن هذا المقام. من جملة هذه الصفوة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، مضافا لما لها من المقامات العلمية والعملية المذكورة، الله سبحانه وتعالى أعطاها مقام الشفاعة، شفيعة إلى الله سبحانه وتعالى. الملايين يذهبون إلى قبرها إما في مصر وإما في الشام. بعض المؤرخين يعتقدون أن قبرها في مصر، ولكن كثير من المحققين يعتقدون أن القبر الذي في مصر هو قبر زينب الوسطى، لأن عندنا ثلاث زينبات من أولاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. زينب الصغرى هذه مدفونة في المدينة في البقيع، وزينب الوسطى هذه مدفونة في مصر، وزينب الكبرى التي تذكر كثيرا فوق المنابر وفي المقاتل وفي الكتب. كثير من المحققين يعتقدون أن زينب الكبرى مدفونة في الشام، وهنالك كتب أيضا مكتوبة حول ذلك. الملايين من البشر يلجؤون إلى هذه الروضة المقدسة ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن تكون شفيعة لهم عند الله.
وكم من القضايا نقلت وشاهدناها وعاصرناها وسمعناها من الثقة حول أن الله سبحانه وتعالى أعطى لها مقام الشفاء. من جملة الأفراد الذين توسلوا بهذه السيدة العظيمة رجل من كبار التجار. هذا الرجل كان يعيش في باكستان وله مصارف وبنوك تحمل اسمه. اسم هذا الرجل عند مصارف في العالم وبنوك تحمل اسمه. هذا الرجل كان له ولد وحيد، ابن ما عنده غير هذا الابن. هذا الابن الوحيد ابتلي بالشلل، ما كان يتحرك، لا يحرك ايده لا يحرك رجله، صار مقعد. هذا الرجل ما ترك مكانا يأمل فيه الشفاء، مستشفيات الغاب إلا وذهب إليه، ولكنه لم يحصل على شيء. فيا اسمه العلاج، في إحدى سفراته مر على الشام، اجى هذا المطلب في ذهنه انه انا اللي ذهبت وطرقت هذه الابواب، ابواب الدكاتره والاطباء، لماذا لا الجا الى هذه السيده حتى تكون شفيعه لي عند الله، ولكن باخلاص وتوجه وتضرع راح ليلة بات في مقام هذه السيد عند الضريح، وبقي يتضرع ويتوسل من الليل إلى الصباح. في تلك الليلة هو في الشام وولده في باكستان، وفي تلك اللحظات اللي هذا كان يتضرع ويتوسل، وإذا بهذا الطفل المشلول يشعر بقوة في رجليه، قوة غير مألوفة، ما كان عنده إحساس، وإذا به يشعر بقوة جديدة في رجليه، يحرك رجليه، يشوف يتمكن يحرك، وهو لا يصدق، ينادي أمه ومن في البيت، يأتون ويأخذونه ويضعونه على الأرض، وإذا به يمشي كما يمشي الإنسان السليم. وعلى أثر هذه القضية اللي نشرتها الصحف في ذلك الوقت، صحف الشام، صحف دمشق، نشرت هذه القضية، قرر أن يأتي بضريح جديد لحرم السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وصنع ضريحا ثمينا وجاء به إلى الشام ونصبه على مرقد السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. هذه القضية اتفقت في عام 1370 هجرية، يعني قبل 50 عاما، والصحف في ذلك الوقت نشرت هذه القضية. ونختم الكلام بهذا الشاهد المختصر. الوالد
حفظه الله يذكر هذه القضية في كتابه في محرم الماضي، لعله في مثل هذه الأيام، الوالد أصيب بنوبة قلبية شبه سكتة فسقط على الأرض وليس فيه حس أو حركة. ذهبوا جاءوا بمجموعة من الأطباء في البيت، فقال بعضهم أنه لا يوجد هنالك أمل. واحد منهم هذه كانت عبارته، أنه أحضرتمونا على رأس إنسان ميت، هذا بعد منتهي أمر، بعد ماكو أمل في شفاء. على كل حال في تلك الحالة أخذوا السيد الوالد ونقلوه إلى المستشفى وهو على هذه الحالة، والطبيب يقول ذلك. الوالد يقول: وأنا في تلك الحالة، في حالة الغيبوبة أو في حالة الرؤيا، رأيت سيدة جليلة وعرفت أنها في عالم الرؤيا، عرفت أنها السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. والسيدة زينب صلوات الله عليها هي عمة الوالد، لأن الوالد حسيني فهي عمته. يقول: رأيتها واقفة بقرب سريري وهي تنظر إلي. يقول: بعد هذه الحالة استيقظ وأنا متعجب، لأنه ما كان عندي مجال حتى أتوسل بها صلوات الله عليها، وأنا في عمري لم أرى السيدة زينب في عالم الرؤيا، ما شاء، فبأي مناسبة هذا المنام؟ لم أعرف. يقول: بعد قليل جاء أخي العم السيد صادق حفظه الله، جاء في المستشفى وأنا في تلك الحالة، فنقلت له بصعوبة هذه الرؤيا في حالة الغيبوبة، فقال: نعم، عندما وصلتم بهذه الحالة إحنا أمرنا وقلنا للأطفال، للنساء، للعائلة أن يقرأوا القرآن ويهدوا ثوابه للسيدة زينب صلوات الله عليها. ويمكن أن هذه الرؤيا من آثار ذلك الشيء، ذلك القرآن الذي قرأه الأطفال وقرأه النساء، هذا لعله أثره هذه الرؤيا، وأن هذه النجاة لعلها كانت ببركة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. في هذا البلد الآن يوجد واحد في هذا البلد، هذا ما أدري 15 عام أكثر أقل، ما كان عنده ذرية، ما كان عنده أولاد، فذهب إلى الشام والتجأ التجاء صادقا، مو دعاء لقلقة لسان، لا، دعاء حقيقي من أعماق القلب، ادعو الله دعاء الغريب. الآن هو موجود، التجأ وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ببركة هذه السيدة، ثم رجع وفورا الله سبحانه وتعالى أعطاه ذرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعتها في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.